الاخوان ديالي نقول لكم الحاجات الفيديو هذا اللي عدلته لي عن داخل دابا فهمتي الكاميرا هذه لعبت عليا ما بغاتش تعطيني فوتوز انا ملي جيت نضر فهمتي حيتاش هذا الفيديو اللي غنعملو دابا نطلقو غنكمل بيه نعملو تجربة صافي فهمتي نجرب بيه حيتاش الفيديو اللي كانوا هنايا مشاو لي كاملين دابا ندخل عليه هيدا الفيديو سعدو كاملين الفيديو اللي ما جيش على نعمل شي حاجة تكون مزيانة فهمت حيت انا ديت الكاميرا معايا بزاف وما فهمتش شنو نعمل دخلتيش فيه الفيديو اللي غتشوفوه هادي دا المصيبة هادي هي اللي غتعطينا ونشوفو واش غتجي شي حاجة غتجي فيديو مزيون ولا لا تاش هدا شي حاجة كاليتي يعني ملي كتكون كتصور كتزعزع يدك ما كيخليش الصورة كتبقى واضحة ومزيونة ونشوفو كيفاش غيجي تابعونا يلا كيف قلت لكم اخوتي دابا غنبداو كولو متر 16 كولو متر دابا كنا والو دابا كنا 50 دقيقة يعني نمشيو دغيا يعني. خصنا نمشيو هاد البيكالا هادي اللهم انا ما ديت معايا والو ني بارتي لي والو فهمتي دابا تخسرت في الطريق يلاه حفظو صافي مع الطريق هيدا نطلبو السلامة كنت جالس في الدار ما عليا ما بيا فهمتي وقلت زعما علاش ما بقاش يساعد ساعد ما كان ساعدن يلا نهبط بيكالا كسعد من نفسها الفحصه وبدا ومسائل خصنا نهود دغيا فهمت منا جوله من السيل تاع رحله وكل شيء فهمت نمشيو كاينين ناموس بزاف هنايا كيدخل في العينين المهم من الله وحنا ماشيين على الله وصافي حاجة ما جيبنا جيبنا عد دوزن بيكارة اللي كيجي معاه يعني هاد الواد هاد اللي كنمشي له كيصافي سان بادالونا وبغيت زعما نمشي لواد هو تا تما فهمت يعني كاين ناموس بزاف ما عندي شي كافات العينين الثانية عاود ناموس الثانية اللي كتدخل في عيني خوتي جيت معطل الله يلا معطل دابا 9 و10 دقايق سانتا باقي ضربنا يلا النص باقي والو وصل اخوتي راه باقي 25 دقيقة الله نصبر غادي احنا في قلب العاصمة سانتا كولوما جات اجواء رمضانية هنايا ما كنشوف لا طبالي لا والو قهوة المغرب باقي ما وصلتلهاش باقي ما وصلت ليهم انا ماشي تيني ماشي بادوني نتبعو ديك هاد الزناقي كنتلاف دايما خيطو سانتا كولوما خيطو غتخيط